لازم علينا اولا باش نحميو اللاعبين ديالنا. راكم تعرفوا كي يكون النتيجه ما تكونش ايجابيه تاع المنتخب كنا مقيوسين، راه كل الشعب الجزائري مقيوس، متمنين كنا متمنين نديوها. وما ننساوش ان فريقنا يعني خسر الكاس بدون هزيمه. كاين فريق في العالم يخسر حاجه بدون هزيمه؟ فريقنا ما تهزمش راه. ولا لا 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 بالنسبه للاسم اللي جبته يعني على محيوس، كانت عندنا كلام بيناتنا مع 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 الاولاد كامل. انا ما نخبيش، انا راني اللي نقولوا نورمال، راه ما عنديش حواجز في الكلام كي نقول الكلام، يعني ناخذ مسؤوليتي على كلامي اللي نقول. قعدنا مع بعضان، قعدنا اللاعبين كنا مع بعضان، ودرنا اليد في اليد وقلنا نحميو محيوس، لان كانت بصراحه راهي كانت شغل خرج من دين الاسلام، راه شغل خرج ما عرفتش. وانا سي با الحياه تستمر، هي راهي باش لحقت ليكيب الفينال، راه واقيل كراسا محيوس هنا ماركي 5 بيوت فيهم جوج ضربات جزاء في نفس الشيء، والحياه تستمر والدنيا نظن هذا هو لو فيكو تاع لعاب. غدوه محيوز منا على 10 سنين او 20 سنه يحكي لولاده يقول لهم انايا ولعبت في النهائي تاع الشان وصفر صفر وضيعت بينالتي على يعني بلادي وزعفوا عليا ولاد بلادي وكذا وصفقوا عليه الناس كل جات صفقت عليه نهار المباراه الاخيره. نشكرهم الناس اللي جاوا واللي يعني بينوا لنا باللي سوني كان جورا وفينالمون سوني كان جورا. نحبوا منتخبنا ونحبوا بلادنا ترباح ونحبوا، لكن لا في كونتيني. لولا ما بغيتش، علاش؟ حبيت نحميه، حبي يشوت لولا، قلت له لا، حبيت نبروتيجي، يعني قريب كليتها على راسي والاخر راطاها، فهمت؟ هذه الدنيا، الحياه تستمر وخلاص.